مساء الخير صبايا. اليوم بدي اعطيكي فكره عن الزيتون، شلون بدك تخزنيه، او اذا جبتيه اخضر شلون تعمليه بالبدايه، او اذا جبتيه مالح كتير ايش تعمليه. تمام؟ طيب انت جبتي زيتون اخضر، هذا هو الزيتون، هذا الزيتون مثلا جبتي انت هذا الزيتون اخضر، ايش بدك تعملي؟ بتملي سطل يكون يسع 20 لتر. هاي طبعا اول مرحله، يا ريت تركزي معي. بتحطي الزيتون وبتجيبي اهم شغله ملح خالي من اليود، هذا الملح اللي بينباع بالكيلو اللي بنعمل فيه المخلل وملمون المونة فيه ملح اليود. انا هذا قصدي، رح اعرض لك اياه. هذا يفضل او بالاحرى ما لازم نستعمله بهيك وصفات. هذا هو ملح باليود، شوفي كلمة اليود، بدنا ملح نحن خالي من اليود، ان كان لمخلل وان كان لمونة وان كان لزيتون. بتحطي هالزيتون بسطل مثل ما قلنا بيسع 20 لتر مي، بتدوبي فيه شقاد، بتدوبي فيه كيلو ملح، كيلو ملح، ومثل ما قلنا الملح ما بدنا فيه يود. منمليه للسطل 3/4 ومنحط هالملح ومنحط هالزيتون. بهالطريقة منخليه محتفظ الزيتون ما بيخرب أبدا لمدة 6 شهور ولا 12 شهر كمان. وإذا بتحبي فيه مرار، في منهم طبعا بيحبوه له مزة مرار، خليه بس 3 شهور ل4 شهور. طيب أنا بدي أسهل لك الأمر أكثر بكتير بكتير. أنا هذا السطل، وقفي لأجيب لي أمثل لك إياه. مي بدك تعقميها طبعا مع الملح، بدك تغليها مع الملح. أنا بدي أحط ملح، شوفي مشان ما تلتزمي بالمقادير. بجيب بيضة، لازم تطوف البيضة. طبعا الوعاء بده يكون عميق، بدك تذوبي الملح تماما. بس هي البيضة حطيتيها، بدها تطوف البيضة، بدها توقف البيضة بهالشكل. لازم الوعاء يكون غميق، بدها تطوف البيضة. صاير هذا الصحن، انا هلا رح امثلكم اياها، هلا بعد شوي بدي افرجيكي اياها ممثلة شلون بدي ادوب الملح واحط البيضة، هي تفوش البيضة. مشان هيك اهالينا اول دايما يقولوا انقعي بملح معيار البيضة. معروف ايش معنات عيار البيضة، البيضة رح تطوف فوق، بتتمي بتدوبي ملح ومي لتطوف البيضة لفوق. مجرد ما طافت بتوقفي، ما بقى بتزيدي ملح. رح امثلك هاي الطريقة، هذا الصحن صغير والمي كتير قليلة، بعد شوي رح اعملك هالتجربة قدامي. ومع ذلك طافت هلا بس ليدوب الملح لانه بتاخر ذوبان. تمام؟ طيب نحن هذا الزيتون وقتنا نعمله بهالطريقه اللي قلت لك عليها، بعد فتره اذا كشفتي راح تشوفي طبقه زيت مثل الزبده فوق. هي اوعك تخافي منها او تزيليها، هي طبقه حمايه لحفظ الزيتون. هلا نحن وقت اللي بدنا اياه منجيبه لهالزيتون، بطلع هو بهالطريقه، لونه بصفر، بياخد العقل، منطالعه. ايش منسوي؟ منتخلص من المي نحن ومنحليه لمدة 2 يوم. منروح ومنجي منغير المي عليه لحتى يعجبنا انه تحلى تماما. هلا ايش منساوي؟ ضروري اضافة الخل،
هذا هو الخل، حفرجيك اياه. هذا هو الخل ضروري، والمطربان ضروري نعقبه، والمية الملح اللي بدنا نختارها نحن لازم نغليها للمي تتعقم تماما. منحط ايش منحط؟ منحط معلقتين ملح كبار معرمات بهالشكل، بهالشكل لكوب واحد مي، لكل واحد كوب مي، ومنحط كوب خل صغير بس لكل لتر مي. كوب خل لكل لتر، اللتر هو عن عبارة عن 4 كاسات مي كبيرة، منحط كوب خل. نحن ايش بدنا نضيف لإله يا ترى؟ هالزيتون، منقدر ليمون بيعطيه لون بياخد العقل، منقسمه مكعبات، منحط للمي مثل ما قلت لك اللي بدنا نعقمها، منحط هالملح هاد، منضيف زعتر اخضر، هذا هو شوفي هلا راح ازيده، بيعطيه لون بياخد العقل. بدي احط مثل ما قلت لك خل بيعطيه ارطى وبنفس الوقت بيعطيه صفار بياخد العقل. دايما الخل والليمون، مو ملح الليمون، عصير الليمون بشد الأكلة بكل الطبخات، بشدها بيعطيها تماسك وبيعطيها لون بياخد العقل. وأهم شيء تحطي زيت زيتون بس، إشي 1 سنتي بس. أنت حطيتي كلياته بمطربان، بتحطي 1 سنتي على الوش والخل ما تنسي. وقرن فليفلة بيكون من هذا، واحد بس بكفي صغير، رح أنقيه صغير، هذا هو رح أحطه هون. كمان بيحافظ على الأرطة وبيعطيه لون بياخد العقل. كمان إلك الاختيار بأنه تحطي رشة كزبرة، في منهم بيحطوا رشة كزبرة، كمان أنت لك حرية الاختيار بإضافته أو عدم إضافته. مثل ما قلت لك ما تنسي الزيت. أنا بهالطريقة هلأ تبلته، بدي أحط له بقى أغلي المي مع الملح، بيكون أنا زيتوني جاهز للأكل من بعد ما حليته. هلأ رح أفرجيكي بنفس الوعاء، هلأ داب الملح شلون البيضة طافت. شوفي شلون البيضة طايفة، طلعي شلون مالها، شلون بدي أفرجيكي إياها، المي انخبطت من الملح، شوفي شلون طايفة، بدها تطوف، بين وشها طافت، معناتها هذا ملح عيار بيضة. شي نهار رح أمثلك إياها على وعاء غميق يكون. شوفي شلون عم تفتل البيضة، معناتها ما لا ركزة هي بالقاع، هذا دليل انه المي صار عيار بيضة. شوفي شلون عم تفتل، حفرجيك اياها، خليني بدنب هذا بدون انا ما اقرب على البيضة. شوفي شلون عم تفتل لحالة، معناتها هي طالعة من على سطح الصحن، طالعة على، بينت عليكي؟ بتمنى انه تبين عليكي انه طايفة البيضة. طيب انا رح بطريقي اعرض لك الكبة الصينية. هي هي الكبة الصينية، رح اعطيكي شوية ملاحظات على الكبة الصينية. الكبة الصينية مجرد ما عطتك اللوز ما تزينيها غير بلوز وفستق حلبي، الصنوبر ممنوع، لأنه الصنوبر مجرد ما أخذ اللون الزهري رح نشوف الكبة ما لها مستوية، معناتها نحن تزيينها فيه ما له طعمة.
نحن اللوز له غايتين، هو بيعطينا دليل الاستواء وطعم وكجمال للكبة الصينية والفستق نفس الشيء. نحن لازم نرققها بشكل، انت لسه يا ريت بتمنى تشوفيها بشكل، انا دايما بقرب الصورة مشان تشوفيها بشكل واضح، بس تعطيكي انه مثلا هي سميكة، هي كتير رقيقة كتير رقيقة. ودايما نحن نستعمل بياض البيض او بيضة كلها للمبتدئات، الخبيرة تقدر تضرب عليها بشكل جيد ويكون مشكلة عجينة الكبة بشكل جيد، لأنه البرغل ما بنغسله، بنحافظ على المادة الصمغية فيه، بننسفه وبننقيه تماما وما بنغسله، بننقعه بس نص ساعة. بس كمبتدئة استعملي إما الهبرة، مسامير هبرة دعبولات بتحطيهم، أو بيضة وحدة بس، طبعا لنص كيلو لحمة أو كيلو لحمة ما رح يأثر على الطعم نهائي، أو زلال بيض إذا بتخافي من شيء اسمه زنخة بيض، البياض ما بيعطي زنخة نهائي، حطي رشة بهار تاخدي النتيجة المطلوبة. بنفس الوقت نحن هي باردة لازم نقسمها، والكبة الصينية بصراحة ماي طيبة سخنة، طيبة دافية. رح أعطيكي بشكل هذا، رح نشيل الفستق، شوفي شلون رح تتقسم معنا بكل، أشيل اللوزات، أشيلك اللوزات، رح تتقسم بكل سهولة معي. أفرجيكي المقطع تبعه بياخد العقل، أشيلك اللوزات، شوفي شلون رح أفرجيكي هالشكل الجميل، هالمثلث ما أحلى، مشان أفرجيكي المقطع تبعه ما أحلى، ورح تنمسك معك بكل سهولة، رح تعطيكي حد السكين غير مشرشرة يعني نافضة ونيترة، حد السكين يعني حد قاطع، شكل جميل ومستقيم. هاي هي الكبة الصينية، شوفي هالمقطع الحلو، بتقدري بالسكينة تمام بهالصورة تقطعيها مثل ما بدك، وبتعطيكي شكل كتير جميل. أهلا وسهلا فيكي صبية.